ولتسليط الضوء على رفض المتظاهرين ترشيح الكاظمي وصراع الكتل السياسية على المناصب الحكومية، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، مرحبا بكم. يعني رئيس وزراء جديد من ذات المنظومة الحاكمة، من جانبهم المتظاهرون يؤكدون أن الثورة مستمرة ولن ترضى بتدوير الوجوه، لكن هنا هل تعتقد أن الأحزاب السياسية استغلت إجراءات جائحة كورونا لكي تمرر مرشحيها؟ أستاذ نظير، حياكم الله. أهلا بك سيد الكريم. الحقيقة يعني عهدناهم السياسية التي تحكم في بغداد تحاول أن تستغل أي فرصة لتمرير أجنداتها وخططها للبقاء في هذه السلطة. نعم. فكما ترى يعني جرى تمرير يعني الزرفي ثم عدلوا عنه الى مصطفى الكاظمي خلال الفتره التي يعني قام بها المتظاهرين بتخفيف نشاطهم بسبب تفشي وباء كورونا، وعلى ما يبدو انهم يتوقعون انهم سينجحون في هذه الخطه ويكون قد طووا صفحه المتظاهرين، لكن وقع الحال بالنسبه للناشطين والمتظاهرين هم يعلنون على مواقع التواصل ان تظاهراتهم ستعود فور انتهاء الاجراءات من مكافحه كورونا، وهذه المره ستكون التظاهرات ضد حكومه الاحزاب التي جاءت يعني جديد هي حكومه مصطفى الكاظمي. طيب، فالحقيقه لم يتغير شيء. كيف نتوقع أستاذ نظير، كيف يمكن أن نتوقع صورة الموجة الثانية من تظاهرات ثورة تشرين؟ نعم، أنا أتوقع أنها ستعود وبقوة بعد الانتهاء من يعني هذه الإجراءات كورونا، وقد ذكر أكثر من بيان يعني للمتظاهرين يفيد بهذه الحقيقة. واليوم يعني خرج يعني بيانات من مثلا من ساحة الحبوبي التي أمهلت السلطة 24 ساعة لإطلاق سراح المعتقلين. كما تعلم السلطات ما زالت تستمر في الاعتقالات للناشطين خشية من تجدد التظاهرات مرة أخرى، بل وهم يحاولون، لأنه خلال هذه الأيام سوف تنصيب مصطفى الكاظمي، نعم، فهم يحاولون تمهيد الساحة على قدر ما يستطيعون لكي تمر هذه الحكومة بدون مشاكل وبدون تظاهرات كما يتصورون. أستاذ نظير، هذا الإصرار من قبل المتظاهرين، هل تعتقد أنه تأكيد أن العراقيين قد وصلوا إلى مرحلة أو نقطة لا عودة من الطبقة السياسية الحاكمة؟ هذه الحقيقة يعني كما ذكرتم في تقريركم قبل قليل، نعم، يعني المتظاهر كان يريد أن يقول نناشد ثم توقف ويقول لنفسه من أناشد. يعني الحقيقة المتظاهرين وصلوا إلى مرحلة أنهم ليس لديهم أي ثقة بأي جهة سياسية في البلد، وبالأخير ذهب لمناشدة الأمم المتحدة، ونحن أيضا بدورنا نترجم تلك المطالب للشعب العراقي وللشباب المتظاهر بأن المجتمع الدولي يجب أن يكون له دور في وقف هذا الإجرام الذي يحدث بحق الشعب العراقي، ويجب أن يكون له دور في مساعدة هؤلاء المتظاهرين لتحقيق مطالبهم. أستاذ نظير، ائتلاف العبادي يعني صرح وقال أن موضوع تشكيل حكومة مستقلة هو أمر مستبعد، لكن هنا ما الجدوى إذن من الوعود بحكومة كفاءات وغيرها؟ لماذا أيضا تستمر قوى العملية السياسية بعملية تضليل الشارع؟ يعني هي هذه الحقيقة، يعني ائتلاف العبادي بالرغم أنه ليس بأفضل من باقي الكتل السياسية، ولكنه هذه المرة نطق بالحقيقة وأنه لا توجد حكومة لا مستقبلا ولا ربما في أي وقت في ظل هذا النظام السياسي ستأتي بحكومة مستقلة تنفذ رغبات ما يريد الشعب العراقي. وبالتالي فإن تمرير مثل هذه الأكاذيب ما هو إلا في اعتقادهم أنهم سوف يستغفلون الشعب العراقي وأنهم قد حققوا ما خرجوا للتظاهر من أجله. وبالحقيقة هذا تدليس، والشعب العراقي أوعى من أن تمر عليه مثل هذه الأكاذيب وهذه الخدع التي يسوقونها على الشعب العراقي. أستاذ نظير، النواب في البرلمان أكدوا أن مصطفى الكاظمي يواجه صعوبات للاتفاق مع الكتل الشيعية بشأن تشكيل الحكومة أو الكابينة الوزارية،
هل نحن أمام صراع جديد ولكن من نوع آخر بين الكتل والأحزاب الشيعية وأيضا الميليشيات؟ يعني هي المشاكل هي ذاتها تتخذ يعني صور مختلفة، ولكن في الحقيقة هو صراع على المغانم في أي حكومة جديدة تأتي. يعني قبل يومين خرج علينا أحد النواب الشيعة ويقول بأن وزارة المالية سوف لن تكون من حصة الكرد، يجب أن تكون من حصة يعني الأحزاب الشيعية، وبالتالي هو ما هو إلا صراع على المكاسب وعلى بدا ما يستطيعون من تنفيسه، يعني أو ما يستطيعون من يعني استلابه من هذه الموارد. ولكن الطامة الكبرى في الوقت الذي هم يتنافسون على هذه المكاسب، الاقتصاد العراقي يتهاوى بشدة في ظل انخفاض أسعار النفط. اليوم وصل يعني خام برنت إلى 11 دولار فقط. نعم. فكيف سيتسنى لهؤلاء السراق أن ينهبوا من خيرات الشعب العراقي؟ المرجح أنهم سوف يعودون إلى امتصاص الشعب العراقي نفسه وليس من النفط، وذلك من خلال استقطاع الرواتب أو ربما إلغاء الرواتب لعدة أشهر لكي يوفروا الفائض المالي ليكفي سرقاتهم ومغانمهم. أستاذ نظير، هناك تسريبات تتحدث عن إعطاء التركمان وزارة واحدة وأيضا إعطاء السنة 6 وزارات، ما الجديد الذي أتى به الكاظمي إذن؟ يعني المحاصصة موجودة. نعم، لا جديد، يعني هو لكي يضمن مرور حكومته يجب عليه الانصياع إلى موضوع هذه المحاصصة، سواء بوجهها الطائفي أو بوجهها الحزبي، فالجميع هم يتنافسون على ما يستطيعون الحصول عليه من مكاسب في هذه الوزارات، ولن تمر هذه الحكومة إذا لم يرضي كافة الكتل السياسية المهمة في البرلمان العراقي. هذا مستحيل أن تمر مثل هكذا حكومة. ويبدو أن مصطفى الكاظمي قد استوعب الدرس الذي فشل في استيعابه الزرفي ومن قبله محمد علاوي، وجاء هذه المرة بهذه الحكومة لترضية هذه الأحزاب ولكي تمضي يعني إجراءات حصوله على الثقة بالبرلمان. الأمر لم يختلف عن باقي الحكومات التي سبقته. عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم.